ما زلت أمارس كرة القدم. بداية المشوار الكروي كان في 94، انضميت لمنتخب الناشئين والشباب والأولمبي. أيضا كنت لاعب محترف فترة من الفترات في الكويت، حصلت على شهادة تدريبية من الاتحاد الآسيوي. أحب لعبة الشطرنج، اللعبة السريع، وأنا من مجنون الرحلات. كنت أدير بزنس خاص للسياحة والتخييم، سكرت فترة من الفترات بسبب حكم القوانين الجديدة من الوزارة، لصاحب البزنس لازم يكون عنده مؤهلات دراسية عليا. ومن هذيك اليوم فكرت أن أكمل دراستي، وحاليا أنا طالب في الكلية. أتعامل مع زبائن من أجانب من أوروبا بحكم طبيعة العمل، صرت شخص اجتماعي، أحب التعرف على الناس الجدد، على ثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم. أسعد مبارك خميس الهنائي، طالب، موظف، لاعب محترف، مدرب، ومغامر، وسائق أوتاكسي.